غير بغا يدير كابيتان هنا زوير لاعب كبير والمدرب كبير سي أسامة احمد. اذا التتويج ديال شوف تي في وسلسلة تي في اللي كان الربح الكبير هو الاشعاع هو اللي كان. اذا كلمه على اولا شكرا لك سير كراكي على حسن التنظيم، شكرا للطاقم التحكيمي برئاسه سي نور الدين طلال، شكرا على الجمعيه المغربيه للصحفيين الرياضيين بلا حدود برئاسه سي مصطفى طلال، شكرا للمصور الدوري سي عبد اللطيف كابو، المسؤول الاداري سي حمزه بوديران، سي صفات المسؤول على لي بلاتفورم ديجيتال ديال هذا الدوري. فبالتالي كان نجاح كبير في هذا الموسم وفي هذه النسخه الثالثه اللي عرفت مشاركه ازيد من 16 منبر اعلامي، واللي هذا العام كانت سابقه ولاول مره غيشاركوا 16 منبر. عرفت تويج شوف تي في الاخر هذا الدوري اللي عرف اجواء عائليه، اجواء ديال الروح الرياضيه، اجواء اخويه، وبالتالي الحمد لله الدوري داز في احسن الاجواء، ونتمناو بانه الدوري يبقى اليوم لا نحتفيو بالنسخه المئة ديال هذا الدوري ان شاء الله. هو ملتقى ديال الاخوان بالاعلام زائد ليزامي زائد هو ملتقى ديال الاعلام زائد الفنانين المشكور السي خالدي زائد كما قلتي اصدقاء المرحوم، وبالتالي كان واحد اميكست اللي هو زوين ما بين لابريس كما قلتي ليزامي وسي ليزارتيست، واللي عطاه هاد الالوان جميله وهاد الاجواء الجميله. وبالتالي كنشكر جميع الحضور وجميع الشركاء ديالنا السي عصام اللي وفر الاقمصه وارينا بارك وجميع الشركاء ديالنا اللي عاونونا باش ننجحوا هاد الدوري. كلمه القلب ديالك باش نختموا. كلمه القلب الله يرحم المرحوم محمد طلال.